سيدتي السلام. لكم اليوم جمعنا هذا بعد مرور سنة ونصف على صدور القانون رقم 18-12 الذي عزز المنظومة القانونية والمؤسسات الوطنية في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، فضلا عن مرور 4 سنوات عن التقييم الذي خضعت له بلادنا في هذا المجال من طرف خبراء مجموعة العمل المالي من شمال افريقيا والشرق الاوسط، وما تمخض عن ذلك من توصيات تم تنزيلها على ارض الواقع من خلال خطه العمل التي نجحت بلادنا في تنفيذ جميع محاورها. وبذلك المناسبه سانحه لتقديم الحصيله واستخلاص الدروس واستشراق المستقبل من اجل تتمين المكتسبات والممارسات الجيدة والتصدي لنقاط الضعف. إذا هذا اللقاء الذي انعقد اليوم كان مخصصا لتقديم الدليل العملي حول تقنيات البحث والتحقيق في قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والذي أعدته رئاسة النيابة العامة بتعاون وتنسيق مع جميع المتدخلين. طبعا هذا الدليل يندرج في إطار تفعيل وتنزيل توصيات مجموعة العمل المالي، وكذا برنامج العمل الذي التزمت به بلادنا مع مجموعة العمل المالي، كما يأتي في سياق خاص يتميز بالتحضير للزيارة الميدانية التي يعتزم خبراء المجموعة القيام بها لبلادنا خلال شهر يناير. بطبيعة الحال هذه الزيارة تعتبر مؤشر إيجابي في حد ذاتها على أن بلادنا قد استكملت جميع محاور خطة العمل التي التزمت بها مع مجموعة العمل المالي في الأجل المحددة. إذن كما ذكرت هذا الدليل سيمكن من توحيد طريقة اشتغال ضباط الشرطة القضائية في مجال البحث والتحقيق المالي الموازي، كما سيمكن بلادنا من استجابة لمتطلبات مجموعة العمل المالي ذات الصلة. تقديم الدليل اليوم برئاسة النيابة العامة حول تقنية البحث والتحقيق في مجال جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب يأتي في سياق الجهودات التي تبذلها رئاسة النيابة العامة إلى جانب باقي القطاعات المالية من أجل التفاعل مع توصيات لجنة العمل المالي القافي، وذلك بغية الخروج من القوائم السلبية لهذه المنظومة. وهذا الدليل اليوم يشكل إطار مرجعي سيكون هنا إشارة قضاة النيابة العامة والأجهزة المكلفة بالقانون من أجل تملك المعايير الدولية من أجل مكافحة هذا النوع من الجرائم وفق ما هو منصوص عليه في توصيات مجموعة العمل المالي، والأكيد بأن ذلك سيعزز من القدرات المهنية لهذه الفئات، كما سيعزز من المنظومة القانونية والإجرائية لبلادنا في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك حتى تتمكن بلادنا من الخروج من القوائم السلبية لهذه المنظومة. الدليل هو وثيقة تم إعدادها تنزيلا لتوصيات مجموعة العمل المالي، يتضمن تجميع للممارسات الجيدة على المستوى الوطني والدروس المستخلصة من عمل أجهزة البحث والتحقيق، يتضمن أيضا تدوين للمقتضيات القانونية الوطنية والدولية، ويتضمن تحليل للجانب العملياتي من الأبحاث والتحقيقات في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب. هو وثيقة استرشادية تؤطر عمل ضباط الشرطة القضائية وتؤطر عمل قضاة النيابة العامة. الهدف هو جعل الأبحاث القضائية والتحقيقات في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب متلائمة مع ما تتطلبه معايير مجموعة العمل المالي، لأنه كما تعلمون بلادنا شأن وشأن جميع الدول تخضع لعملية التقييم من طرف هذه المجموعة، ولا بد أن يكون عملنا متطابق مع معاييرها. إذن هذا عمل كان عمل مشترك أو في إطار مقاربة تشاركية ساهمت فيه رئاسة النيابة العامة، المديرية العامة للأمن الوطني، المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، والقيادة العليا للدرك الملكي. إذن هو عمل جماعي ناتج عن تفكير جماعي، وهدفه هو توحيد العمل وتأطير الممارسين لجعل عمل نيابة العامة وضباط الشرطة القضائية متلائم مع معايير مجموعة العمل المالي.